اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. لعل من اقسى انواع الغربه في الدنيا هي غربه الانسان في وطنه وبين اهله، وهذه الصفات تنطبق مباشره على الكثير من العراقيين الذين عانوا ويعانون من الغربه في وطنهم في مخيمات الشتات، مخيمات النازحين في العراق. ربما من 6 سنوات لحد الآن الكثير منهم يعانون من هذا الشتات، من هذه الغربة بشكل مؤذي. يعني حياتهم مملوءة بالضيم والقهر والمرض، فقدوا الكثير من أحبتهم، كبار السن، المرضى، الأطفال فقدوا القدرة على التعلم، فقدوا فرصتهم على التعلم. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تتحدث عن مئات الأطفال من العراقيين، من أطفال النازحين الذين فقدوا فرصتهم، ربما تحدث عن أكثر من 1 مليون طفل فقدوا فرصتهم على التعلم لأنهم في مخيمات النازحين وليس لديهم أوراق ثبوتية. الكثير منهم لا يستطيع حتى الحصول على أوراق ثبوتية، فقدوا فرصتهم يعني في الحاضر والمستقبل فقدوا، وهذا خسارة كبيرة للوطن، خسارة لعوائلهم، خسارة لهؤلاء الأطفال الذين ذهب مستقبلهم، ذهب حاضرهم ومستقبلهم بلا ذنب اقترفوه. هذا هو حال العراق. اللي اضطرني للحديث عن هذا انه العديد من الناشطين العراقيين تحت عنوان رجعوهم بدأوا يتحدثون عن اعادوا صورة، يعني تذكير بصورة النازحين الذين اهملوا منذ سنوات وما زال الاهمال يلف قضيتهم. هذا الملف الكبير مهمل بشكل كبير. وقبل أيام زار رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الموصل، وذهب إلى يعني مر مرور الكرام بمخيم السلامية للنازحين القريب من نمرود، وكأنه يرى النازحين لأول مرة ويسمع بهم، لأنه وجه المسؤولين هناك بالاعتناء بهم، ويعني تزويد بقوائم بأعدادهم وبنوعياتهم وأشكالهم. وهذا غريب جدا، مع أنه هذه القضية منذ سنوات طويلة. العدد العراقيين النازحين بلغ أكثر 6 ملايين عراقي نازح، الآن فقط نحو 1.5 مليون إلى 2 مليون عراقي نازح في هذه المخيمات يعانون أشد المعاناة من المرض والغربة والعوز والفاقة في مخيمات لا تصلح للسكن الآدمي، شتاء وصيف يعانون من تقلبات الجو، ويعني ليس لهم في حياتهم. ربما الكثير منهم فقد الأمل في أن هناك إمكانية لحل هذا الملف وعودتهم إلى مدنهم، لأن الكثير من الميليشيات، الكثير من القوات الحكومة تمنعهم من العودة إلى مدنهم. مثل ما قلت تحت عنوان رجعوهم، هذا العنوان المؤلم كتب الكثير من الناشطين أحاديث عديدة للتذكير وللتحفيز على قضية النازحين، هذه القضية المؤلمة. سأقرأ لكم في هذه الحلقة بعض هذه الكتابات التي يعني استطعنا رصدها، وهي كثيرة جدا جدا، مئات الآلاف من الكتابات، لكن سأقرأ البعض منها لعلها يعني تصور جانبا من صورة المعاناة التي يعاني منها أهلنا في الشتات في هذه المخيمات البائسة، مخيمات النزوح داخل الوطن والغربة داخل الوطن وبين الأهل. يقول المواطن آراس سعد: رجعوهم واكرموهم، تلك العوائل التي تهجرت ونزحت بقوة السلاح الحكومي والميليشياوي. أحد المتظاهرين في ثورة تشرين كتب: ما عرفت معاناتهم الحقيقية إلا عندما نصرت خيمة بالتحرير. يعني ويضيف يقول: يعني لا أعرف منذ 6 سنوات لحد الآن لماذا لم يعيدوهم إلى مناطقهم، أي سبب هو غير مقنع، لذلك نطالب بعودتهم، رجعوهم. كتب حسين صالح: من المعيب على دولة مثل العراق أن يكون فيها نازحين ومهجرين، والأكثر عيبا كلما تأتي الانتخابات يبدأ سوق المزايدة الفجة من قبل المرشحين بوعود كاذبة. يقصد طبعا وعود
بإعادة النازحين إلى بيوتهم ومدنهم، لكنها تنتهي بعد فتح الصناديق. عراقي آخر اسمه مروان الشمري كتب متسائلا: ألا تكفي 6 سنوات مشردون؟ ألا تكفي 6 سنوات وهم يسكنون الخيام؟ ألا تكفي 6 سنوات وهم مسلوبين سلبت منهم؟ ألا تكفي 6 سنوات وهم وقد سلبت منهم أبسط أنواع العيش الكريم؟ فيما راح سيف صلاح يذكر العراقيين: لمن لا يعلم، وأنت تجلس الآن في بيتك هناك 1.5 مليون مهجر في مخيمات الشتات داخل العراق، فقط نساء وكبار سن وأطفال، بكلمة واحدة وبقرار سهل يمكن إعادتهم، لكننا ابتلينا بطبقة حاكمة ترى أن توصيل الماء للمواطنين إنجاز يستحق التصفيق. طبعا وهذه كلمة توصيل الماء للمواطنين إنجاز يستحق التصفيق، يستحق التصفيق، يعني جعلت البعض يعني يرد على أو يؤيد أو يعطي أمثلة أخرى لسيف صلاح لما كتبه سيف صلاح عن هذا الموضوع، بحيث كتب منار جنابي ردا على ذلك: الأفضل بالبداية أن تخرج الميليشيات وبعد ذلك يرجعوهم، لأن الميليشيات والمواطنين لا يمكن أن يكونوا في مكان واحد. عراقي آخر فراس الناصر أيضا رد على هذه القضية بالقول: إذا تروح على حسابات عمار الحكيم ستجد له تغريدة قبل أيام يقول فيها بالنص أن التصويت على الكابينة الوزارية يعتبر إنجاز تاريخي، فلا تتعجب. الإعلامي حامد حديد كتب تحت عنوان رجعوهم: كان تهجير العرب السنة بحجة الحرب على داعش، لكن واقع السنوات الأربعة الماضية يؤكد أن السبب طائفي وعرقي وأن الهدف منه تغيير ديموغرافي. مصطفى سلمان كتب: رجعوهم هي صرخة طفل تكتوي أقدامه يوميا بالرمض، ونداء عاجز لم يعد قادرا على ونداء عاجز لمن لم يعد قادرا على العمل، كلها تنتظر ضميرا حيا يعيد لهم ما تبقى من كرامتهم المسلوبة. أحد الإعلاميين وهو عثمان المختار كتب: 13 بلدة ومنطقة عدا عن عشرات القرى العراقية احتلها ميليشيات تابعة لإيران منذ سنين. وتحت عبارة رجعوهم أيضا كتب مؤكدا أكد أن هذه الميليشيات تمنع الناس من العودة وتمنع حتى الجيش من دخولها كجرف الصخر والعوجة وذراع دجلة وسنجار وعزيز بلد ويثرب وغيرها. مركز جرائم الحرب أيضا غرد أو كتب تحت عنوان رجعوهم: أكثر من 1.5 مليون نازح ومهجر مشرد في العراق فيما تنص المادة 15 من الدستور. طبعا هذا الدستور العراقي، يقصد الدستور العراقي هذا المسخ، تقول ان كل فرد له الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحق من هذه الحقوق او تقييدها الا وفق القانون. المخيمات اصبحت سكنا، هذا ما يقوله مركز جرائم الحرب، المخيمات اصبحت سكنا اجباريا لاسباب سياسية وطائفية واقتصادية. أحد العراقيين مصعب عدنان كتب متسائلا: أن تعلم أن ساكني مخيم محطة بلد مثلا يوميا مع غروب الشمس ينظرون بحسرة واشتياق وألم إلى منطقتهم التي تبعد عن المخيم 10 كيلومتر ويستطيعون العودة إليها، لأن قضية النازحين أصبحت تجارة رابحة والمخيمات عبارة عن سجون كبيرة. في مقابل طبعا كل هذه الكتابات كتب الكثير أو البعض، ليس الكثير، من الميليشيات ردا عليها: يتوعدون النازحين إذا ما عادوا سيقتلونهم وسينالون منهم ويتهمونهم بالإرهاب. سبحان الله. في ختام هذه الكتابات أقرأ ما كتبه عراقي يدعى سمير الفرج قائلا تحت عنوان رجعوهم: من غير المنطقي أن تكون حصة الساسة الذين تسببوا بسقوط المدن المناصب والمكاسب وحصة البسطاء من الشعب الضيم والعيش في الخيام. وقت هذه الحلقة قد انتهى، وقبل أن ينتهي بشكل كامل أقول لكم أن نداء رجعوهم نداء مؤلم، نداء إنساني كبير. أهلنا يشعرون بالغربة، وهي أشد أنواع الغربة، لأنهم بين أهلهم وعلى أرضهم وفي وطنهم ويعانون من الغربة، تلك أقسى أنواع الغربة. ألتقيكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم. We'll be right back.